شيف فتحي، لو نرجع نحكيو على تكيس المبايض بلوتو على الريجيم تاع تكيس المبايض. باهي، شنو لازمنا ناكلو شنو لازمناش ناكلو، سورتو كو باش الناس نعاودو نذكرهم شنو هو تكيس المبايض. تكيس المبايض هو معناتها تكيسات دي كيس موجودين على المبايض لي زوفيغ، ونجم تكون الاسباب نتاعو معناتها مختلفه. اي تنجم تكون عوامل وراثيه، تنجم تكون عوامل هرمونيه، تنجم تكون نوعيه التغذيه نتاعنا، ستريس، معناتها برشا حاجات نجم تعطي انه يصير اضطرابات في الهرمونات. لهنا كي نقولوا مبايض بطبيعه معناتها هما دورهم اساسي في الجسم نتاع الفتاه ولا الجسم نتاع المراه، هو اللي يعطيو الهرمونات معناتها اللي ينظموا السيكل نتاع الدوره الشهريه بالنسبه للمراه، وبعد عمليه معناتها الحمل والانجاب وغيره. بي ذولي الريجيم يلزمنا الكل نعرفوه، اللي هو مش للنساء برك، للبنات زاد، على خاطر تكيس المبايض نجم يكون الفتيات. بي شنو يكون الريجيم هذا؟ دونك لهنا كي نقولوا ريجيم، اول حاجه نحب نقول اللي راهو ينجم يكون طفله معناتها تكون ما عندهاش زياده في الميزان بالكل، اما تكون عندها تكيس المبايض، معناتها مش بشرط هي مربوط بالبنات ولا النساء اللي عندهم زياده في الميزان. وتنجم العكس، تلقى طفله والا عندها زياده كبيره في الميزان وما عندهاش تكيس المبايض. لهنا نحكيو على التكيس اللي هو الشحم اللي موجود، معناها الكيس هذوك بيكونوا شحم موجودين على المبايض. هوني المشكله وين بالنسبه للريجيمات، اللي هما اول حاجه لازم ينقصوا صحيح معناتها في عدد الحرارات، لازم ياكلوا ماكله صحيه، ولكن يصير شويه معناتها ريزيستانس للتنقيس نتاع الوزن، وخاصة للتنقيس نتاع الشحم هذاك. دونك هذاك علاش يلزم الطفلة والا المرأة اللي عندها تكيس المبايض لوبيكا اوفير بوليكيستيك، يلزمها تشد صحيح في الريجيم نتاعها، ما تبخلش، ما تفشلش، سيغتو إذا كان ما لقاتش تنقيس في الميزان، راهو سافا فينيغ باغ دوني دي ريزولتا. معناها سيغتو هذا يلزمها فريمون تتشجع وتشد صحيح في ريجيمها، على خاطر حتى كان ما عطاش نتيجة في جمعة جمعتين شهر، راهو باش يعطي نتيجة حتى في مدى أبعد شوي. حتى ثلاثة أربعة أشهر. أي هو الإيسونسيال معناتها باش تبرا من تكيس المبايض، على خاطر يلزم الشحم هذاك يذوب. دايوغ حتى الجينيكولوج معناتها اللي يتابعوا في نساء فوالا قبل ما يبدا في الدواء يقولها لازم تنقص في الميزان. وتلاحظ هي دايوغ ساعات حتى زياده في الميزان في النيفو نتاع الكرش، معناتها ماهوش يكون بدنها مريقل ما عندهاش زياده بالكل، وتكون المنطقه نتاع البطن هي اللي فيها اكثر لوكاليزاسيون دو غريس. الريجيم معناها الريجيم اللي تحكي عليه هذا ماهوش ستريكت برشا، ما ريجيم بلوز او موا طويل المدى. كيفاش يكون الريجيم؟ بالنسبه للريجيم هوني راهو هو يشبه شويه للريجيم نتاع الانسان اللي عنده مرض السكري، خاطر هما حتى اللي عندهم لوبيكا لو ريسك علاش يخافوا اكثر، على خاطر ينجموا بعد لا قدر الله يولي عندهم مرض السكري. اول حاجه نحكيوا عليها نوعيه السكريات اللي ياكلوا فيها، دونك هوني يلزم معناتها العجين بصفه عامه باش يولي عجين كامل، حبوب كامله، معناتها المقونه تولي كامله، الخبز يولي كامل، الابيض ما يدورش ما يلعبش. السكر الابيض هو في حد ذاته راهو يلزم نقصوا منه تنقيس، اش معناتها؟ على خاطر هما النساء هذوما بيسكو عندهم اضطرابات في الهرمونات، ونعرفوا اضطرابات الهرمونات هي اللي تخلي فوالا البنيه والا المراه تاكل اكثر صحيت بالضبط، خاطر تبدا معناتها سونسيبل، تبدا معناتها ساعات هكا تقلق، فما شويه كل معناتها العامل النفسي يبدا معناها النفسيه تبدا تعبه شويه، دونك هي غادي ما يلزمهاش تمشي للحلو. السكر هوني راهو هو اللي باش يمشي يغذي الشحم اللي على المبايض، معناتها يلزمها تعرف اللي قد ما باش تاكل سكر في النهار قد ما هذاك باش يزيد اكثر في الشحم اللي في المبايض. فما الدهنيات اللي النوعيه نتاعهم يلزمها تكون خاقه للعاده، نقول انا معناتها تحسن من نوعيه الدهنيات نتاعها بالكدا، خاطر نعرفوا احنا الهرمونات اللي يتفرزوا في البدن معناتها انتاج الهرمونات يلزموا دهنيات باهيه. دوغ هنا باش حل قوس صغير، النساء ولا البنات سورتو اللي يعملوا ريجيمات قاسيه يلاحظوا انهم الدوره الشهريه نتاعهم تقف، على خاطر الريجيمات القاسيه كي ينقصوا ياسر من الدهنيات يولي فما صعوبه في انتاج الهرمونات. دونك هذاك علاش نوعيه الدهنيات نتاعنا نحكيو اسونسيلمون على لي اوميغا 3 اللي هو مضادات الالتهابات. دونك لهنا كيف كيف ينحيوا الوجاع نتاع الدورات الشهريه وكل القلق والكل. الاوميغا 3 نلقاوه زريعه الكتان مثلا، اذا كان يوميا تاخذ مغرفه صغيره نتاع زريعه الكتان تكون معناتها منفخه في شويه ماء باش الهضم نتاعها يكون سهل، والا محيه بالوقت. نلقاوه في زيت الزيتونه، نلقاوه في برشا انواع نتاع زيوت كيما زيت الكولزا، زاد فيه برشا اوميغا 3، نلقاوه في الفاكهه بصفه عامه معناتها كاكاويه، زوزه، لوز، هذوما يدخلوا في بلاصتك الغرينيوتاج للحلو. معناتها من الاول هي تقرا حسابها في ساكها ولا في بيتها ولا في بيروها ولا في اللي هو يلزم في بلاصتك الشوكولاته والبسكوي والكل يلزم شويه فاكهه. منها هكا يتنحى الغرينيوتاج ومنه تنفع بدن. وفاكهه ملحه ولا فاكهه؟ بطبيعه هو بالنسبه للوبيكا ما فماش مشكله في الملح. مي كمعناتها نصيحه عامه ديما الملح نقصوا منه يكون احسن. دونك نوعيه الدهنيات قبيله وانت تحكي نحب نفهم حاجه، معناتها انا كي نحسن من ماكلتي لي كيست هذوكم يديسباريس معناتها؟ بالضبط، هما باش يذوبوا، على خاطر البدن وقت اللي باش نحسنوا من الماكله ونقصوا من الماكله سورتو معناتها باش يكون ريجيم اما سيسون هو باش ينقص في البوا. منين باش يمشي ياخذ هو البدن الشحم اللي حاجته به باش يعوض هذاك النقص نتاع الماكله؟ وين فما غريس، دونك ينجم يمشي معناتها حتى اللي هذوكم نتاع المبايض فوالا البدن يلاج
يلاجي عليها فوالا معناتها باش يمشي ياخذ منهم باش يوفر طاقه لروحه دونك وقتها المبايض باش يتفهدوا بالكدا السيكل باش يتنظم بالكدا ايدايوغ معناتها عند بعض اخصائي التغذيه معناتها فما اللي تبدا الميزان يعطي بار امبيدونس متر يعطي بالضبط نسبه الشحم نسبه العضلات ويعطي حتى نسبه الشحم اللي دايره بالاعضاء الداخليه دونك لهنا نلقاو النيفو اشاك فوا يمشي ويهبط هذاك سي ان بون سيني اللي راه البدن قاعد يحرق من الغراس الدخلاني وغادي السيكل يبدا يتنظم وتتصلح بالكدا الدوره نتاعها ومعناتها عمليه الحمل والانجاب تكون سهله بقدره ربي بالطبيعه مع المتابعه الدوريه مع الطبيب نتاعها خاطر فما شويه دويات فما شكون ياخذ ميتفورمين معناتها دي كومبريمي باش يعاونوا شويه على الميتابوليزم نتاع السكر. يعطيك الصحه مريم انت وكابري عايشك وبرافو معناها بالحق سوجي ياسر انتيريسون.